بول مونافورت المدير السابق لحملة ترامب والذي كان قد أدانه القضاء الأمريكي بتهرب الضريبي والمصرفي على وشك عقد اتفاق مع فريق المحقق روبرت مولر. بحسب وسائل إعلام أمريكية، المسؤول السابق في فريق ترامب قرر التعاون مع المحققين، لكن بنود الاتفاق ما تزال مجهولة، إذ لا يعلم إن كان سيعترف بذنبه في القضايا التي يتابع فيها فقط أم سيتعاون مع لجنة المحققين في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليكشف لهم أسرارا مجهولة إلى حد الآن في طبيعة علاقة فريق حملة ترامب بالروس. مقربون من الرئيس ترامب سرعان ما قللوا من شأن هذا الاتفاق. لا أظن أنه يملك معلومات قد تسبب مشاكل للرئيس. وفي حال ما إذا قرر مانافورت التعاون مع المحققين، فستعتبر هذه ضربة قاسية جديدة للرئيس دونالد ترامب بعد أن قرر المحامي السابق لترامب مايكل كوهين التعاون مع المحققين وكشف معلومات محرجة عن الرئيس. وكانت شكوك تحوم حول عمل مانافورت كوسيط بين القيادات الروسية وأوساط ترامب.